الجزائر أمة غنية بتاريخها ومواردها، تجد نفسها تصارع عدواً واسع الانتشار، الفساد. تتسلل مخالب هذا الفساد عبر أروقة الحكومة، ولا تترك مؤسسة إلا وطالتها. الجيش، الذي كان ينظر إليه ذات يوم على أنه رمز للقوة، ينظر إليه الآن في كثير من الأحيان على أنه متواطئ في هذا التعفن الممنهج. إن هذا الفساد يسلب الشعب الجزائري مستقبله، ويحول الموارد بعيداً عن الخدمات الأساسية، ويخنق النمو الاقتصادي. إن أحلام الجزائريين العاديين أصبحت رهينة نظام يعطي الأولوية للإثراء الذاتي على حساب رفاهية مواطنيه. إن عواقب هذا الفساد حقيقية ومدمرة، فالمستشفيات تفتقر إلى الإمدادات الأساسية، والمدارس تنهار من الإهمال، وتزداد البطالة، لا سيما في صفوف الشباب. في هذه الأثناء، يكدس منهم في السلطة ثروات طائلة، ويخفون مكاسبهم غير المشروعة في حسابات مصرفية أجنبية. إن هذا التفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء يولد الاستياء، ويغذي شعوراً عميقاً بخيبة الأمل بين السكان. يستحق الشعب الجزائري ما هو أفضل من ذلك، لكنه عالق في نظام يبدو أنه منيع ضد التغيير. والمجتمع الدولي أيضاً يشهد على هذا المشهد المأساوي، فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك قمع حرية التعبير والاحتجاز التعسفي للصحفيين والنشطاء. وتسلط وسائل الإعلام الدولية الضوء على أنماط الحياة الفارهة التي تعيشها النخبة في الجزائر، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الفقر الذي يعاني منه الكثيرون. ومع ذلك، وعلى الرغم من الإدانة والدعوات إلى الإصلاح، فإن دورة الفساد مستمرة، وتلقي بظلالها القاتمة على مستقبل الجزائر. إن مكافحة الفساد لا تتعلق بالحكم الرشيد فحسب، بل تتعلق أيضاً بالعدالة والمساواة والحقوق الأساسية لكل مواطن جزائري. إنها تتعلق بإنشاء مجتمع تسمع فيه أصوات المهمشين، وتوزع فيه الموارد بشكل عادل، وتسود فيه سيادة القانون على أهواء الأقوياء. وإلى أن يحدث ذلك، ستظل إمكانات الجزائر الحقيقية غير مستغلة بشكل مأساوي. غالباً ما يجد عالم الرياضة بمثله العليا في اللعب النظيف والمنافسة نفسه متشابكاً مع الأجندات السياسية. ترى الحكومات الحريصة على إظهار صورة القوة والوحدة في الأحداث الرياضية فرصاً سانحاً للدعاية، وتصبح الألعاب الأولمبية على وجه الخصوص بجمهورها العالمي وهيبتها مسرحاً موداً للمسرح السياسي. إن هذا التلاعب بالرياضة من أجل مكاسب سياسية هو ظاهرة عالمية، والجزائر للأسف ليست استثناءً. تستخدم الحكومة الجزائرية تحت ستار الفخر الوطني نجاحات رياضييها لتعزيز صورتها محلياً ودولياً، وتروج الانتصارات على الساحة العالمية على أنها دليل على قوة النظام وقيادته، ما يصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد. تصبح الميداليات والجوائز إلهاء مريحاً عن الفساد والقمع وسوء الإدارة الاقتصادية التي تميز حكم الحكومة الجزائرية. يصبح الرياضيون الذين ينحدرون في الغالب من خلفيات متواضعة، ويلقون في دائرة الضوء بيادق غير مدركة في هذه اللعبة السياسية. يتم عرضهم أمام الكاميرات، وإغراقهم بالثناء والمكافآت، ويتم التدقيق في كل حركة يقومون بها بحثاً عن أي علامة على المعارضة. إن ضغط التوافق هائل، وأولئك الذين يجرؤون على التحدث ضد النظام يواجهون عواقب وخيمة. يمكن أن تعرض حياتهم المهنية وسبل عيشهم وحتى سلامتهم الشخصية للخطر إذا تحدوا الرواية التي تمليها السلطات. إن استغلال الرياضيين ليس مستنكراً أخلاقياً فحسب، بل إنه أيضاً يأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف. فهو يقوض الروح الحقيقية للروح الرياضية، ويحول الرياضيين إلى أدوات للدولة، بدلاً من أن يكونوا ممثلين مستقلين لأمتهم. كما أنه يعزز ثقافة الخوف والصمت، حيث تخمد الأصوات الناقدة وتقابل المعارضة بقمع سريع.
وهذا يخلق بيئة يصبح فيها التقدم الحقيقي، سواء في المجال الرياضي أو في المجتمع ككل، شبه مستحيل. تتناقض دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 التي تقام في مدينة باريس العالمية بشكل صارخ مع المناخ الاجتماعي السائد في الجزائر. ففرنسا بموقفها التقدمي من حقوق مجتمع الميم تتبنى التنوع والشمول كقيم أساسية، وتصبح الألعاب الأولمبية التي تعد احتفالاً تقليدياً بالوحدة والإنجاز البشري منصة لتعزيز هذه القيم على الساحة العالمية. إن هذا الصدام في القيم يكشف النفاق الكامن في نهج الحكومة الجزائرية تجاه الألعاب. فبينما يتنافس الرياضيون الجزائريون تحت راية المساواة والاحترام، يواجه مجتمع الميم في الوطن التمييز والاضطهاد. لا تزال المثلية الجنسية غير قانونية في الجزائر، وتعاقب بالسجن والوصم الاجتماعي. وتعمل الحكومة بنشاط على إسكات أي نقاش حول حقوق مجتمع الميم، وفرض رقابة على التغطية الإعلامية، وقمع منظمات مجتمع الميم. إن هذا التنا ديسونانس بين القيم التي تروج لها الألعاب الأولمبية والواقع على أرض الواقع في الجزائر لا يمكن تجاهله. إن مشاركة الرياضيين الجزائريين في الألعاب الأولمبية التي تعد ظاهرياً مصدر فخر وطني تكشف عن نفاق عميق الجذور داخل الحكومة الجزائرية. فمن ناحية تحتفل الحكومة بإنجازات رياضييها على الساحة العالمية وتستمتع بالمجد المنعكس من انتصاراتهم، ومن ناحية أخرى فإنها تنكر بنشاط الحقوق الإنسانية الأساسية على شريحة من سكانها وتعاقبهم على ميولهم الجنسية وهوياتهم الجنسية. إن هذا النفاق يؤكد الطبيعة الساخرة لاستخدام الحكومة الجزائرية للرياضة من أجل مكاسب سياسية. إنها حكومة على استعداد لاستغلال مواهب وإنجازات رياضييها، وفي الوقت نفسه تحرم مواطنيها من حريات أساسية. إن هذا الكيل بمكيالين يكشف زيف إدعاءات الحكومة بالتقدم والوحدة، ويكشف عن نظام أكثر اهتماماً بالحفاظ على قبضته على السلطة من التمسك بالقيم التي يدعي تمثيلها. أصبحت إيمان خليف النجمة الصاعدة في رياضة الملاكمة الجزائرية محط تركيز في الجدل الدائر حول حقوق مجتمع الميم وتلاعب الحكومة الجزائرية بالرياضة. تسلط قصتها المحاطة بالجدل والتي تغذيها التكهنات الضوء على الموقف الصعب الذي غالباً ما يجد الرياضيون أنفسهم فيه عندما تصطدم هوياتهم الشخصية بالأجندات السياسية لبلدانهم الأصلية. إن رحلة خليف من حلبات الملاكمة في الجزائر العاصمة إلى المسرح الدولي تعد تذكيراً صارخاً بالتكلفة البشرية لهذه المناورات السياسية. إن براعة خليف الرياضية لا يمكن إنكارها. لقد برعت باستمرار في رياضتها، حيث فازت بألقاب وطنية وحصلت على تقدير دولي لخبرتها وتصميمها. جعلها نجاحها بطلة وطنية، حيث انتشرت صورتها على اللوحات الإعلانية واحتفل بقصتها في وسائل الإعلام. ومع ذلك يأتي مع هذه الشهرة تدقيق مكثف، حيث تصبح كل حركة تقوم بها خليف داخل الحلبة وخارجها عرضة للتحليل العام. بدأت همسات وشائعات حول الهوية الجنسية لخليف بالانتشار، تغذيها مزيج من التحيزات المجتمعية وتاريخ الحكومة الجزائرية في اضطهاد أفراد مجتمع الميم. خلقت هذه الشائعات التي غالباً ما كانت تحاط بلغة مرمزة وتنتشر من خلال حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، جواً من الشك والخوف حول مسيرة خليف المهنية. ازداد الضغط مع بدء وسائل الإعلام الدولية التي شجعها تركيز الألعاب الأولمبية على الشمول في التشكيك في الهوية الجنسية لخليف علانية. وجدت خليف نفسها عالقة في شبكة من التكهنات والتدقيق، حيث تمت مناقشة حياتها الشخصية ومناقشتها في المحافل العامة. أصبح الموقف بمثابة صورة مصغرة للصراع الأكبر من أجل حقوق مجتمع الميم في الجزائر،
حيث دفعت خليفة عن غير قصد إلى دور الرمز الذي لا يريد ذلك. تسلط قصتها الضوء على المخاطر التي تواجه الرياضيين الذين يجرؤون على تحدي الأعراف المجتمعية أو تحدي الروايات التي رسمتها الحكومة بعناية.